طيب أمس عليكم مرة ثانية ويعطيكم العافية جميعا، وإن شاء الله أن اليوم محاضرتنا سهلة وخفيفة ولطيفة. خلينا نشوف زميلكم شو بده بعد المسج. دكتور معلش احكي لك شغله. تفضلي. في بين عند المحاضره، فاذا بتقدر تضيفها انت او تبعت لنا اللينك على الشات عشان نبقى ابعت لها اياه. طيب اعطيني رقمها. يلا دقيقه بس خليها تبعت لي اياه. ولا احكي لك شو اسمك انت يا صبيه؟ هبه. هبه. خليها تفوت على الاي ليرنينج خلص وتكبس على تمام الرابط عشان تمام اسهل لي، لانه انا بغلب هون بيعلق. خلص تمام دكتور، ثانك يو. اوكي. دكتور تفضل. معلش ما رفعت ايدي بس لانه شفت الكل ساكت. اهلا وسهلا. دكتور بدي اقول لك المادة يعني انت عم تشرحها باسلوب كافي يعني وهي سهلة، نعم. ففينا اذا فيك تنزل لنا سلايدات للشابترات كلها المطلوبة نطبعها وندرسها قبل بوقت كمان، لانه بصراحة حاسس المادة منيحة ولهلا فاهم كل شيء فيها. لا خلينا معك دكتور الموضوع اول باول. والله انا منو يعني انا انا وجهة نظري انه على مهل، يعني ما تستعجل. يعني انت مثلا انت شفت انه اللي شرحنا المره الماضيه سهل، حضر حالك للكوفيشنت اوف فاريشن مثلا، لانه انا موضوع عمالي بشرح. انا ما بدي اخربطكم، الماده جاهزه انت بقدر انزلها واخلص يعني، بس انا عشان ما تخرب تابعين وين وصلنا وين صرنا. فهمت علي؟ الآن أنت يعني إحنا شوي شوي عمالنا بنمشي، والمرة الجاية إن شاء الله بنحل أسئلة على كل الأشياء اللي تحدثنا فيها. وعلى مهلك، شو مستعجل؟ والله مش عارف عشان ارتاح. لا طب دكتور اذا ببعث لك على الواتساب اذا عندك فيك تبعث لي اياها، اذا عشان ما بدهم اياها كل الطلاب. ولا يهمك، بس في إشي ممكن أعدل عليه. تمام بعد لو أوكي؟ انا متبع معك ما بضيع ولا محاضرة. ولا يهمك، حاضر. تسلم دكتور. دكتور تفضل. الله يعطيك العافية. يزيدك عافية. الشاب اللي حكى انه فاهم المادة كلها، في مجال احكي معه ثواني تسمح لي؟ لا احكي معي. اخوي كله هون فاهمين المادة كلها. احكي دكتور معي. انا بشتغل، اوكي انا بشتغل وباخذ المحاضرة بعيد عنك بالشارع يعني بالسيارة. يعطيك العافية. فما يعني انا ما بقدرش اكتب، ما بقدرش اعمل شيء، فاذا الشاب بيقدر يساعدني. مش غلط. مش غلط. انا بصراحة يعني انا مش الشاب اللي انا بس بالمحاضرة هيك الوحيد بقدر انا بقدر اساعده. مش غلط، مشكلة. مع العلم انه لو انت رجعت للمحاضرات المسجلة بتقدر انت يعني بكل اريحية توصل للمعلومة اللي بدك اياها. صراحة بطلع من الصبح بروح بلاقي الفرشة هيك يعني بطريقة كثير حلوة. طيب يلا خلينا نكمل. ماشي. بدي اعرف اسم الشاب دكتور ثواني، بدي اعرف اسم الشاب عشان اقدر احكي معه. بدك يلا المرة مين اللي حكى معي قبل شوية؟ شو اسمك؟ قال لي نزل المادة. أرتين. أرتين. طيب تواصلوا مع بعضكم، أوكي؟ المرة أخوان المرة الماضية شباب إخواني حكينا عن إشي اسمه سيجما، اللي هو دكتور بدي أفتح السبيكر أقول له اسمي أرتين بس الكلبة بتعوي والدنيا بتخبط عنا. طيب يلا خلينا نكمل. يلا المرة الماضية حكينا عن إشي اسمه Standard Deviation، الانحراف المعياري، ورمزنا له بالرمز اللي أنتم شايفينه اللي بيشبه الرقم 6، بنسميه إحنا سيجما، يطلق عليه اسم سيجما. طيب شو وظيفة هذا الإشي؟ وظيفته المقارنة بين نوعين من البيانات اللي سألتنا عن هاي الصفحة. معنى الكلام لو عندي بيانات اسمها A وبيانات اسمها B، هلا هاي إلها سايز، إلها حجم بغض النظر شو هو، وإلها معدل بغض النظر شو هو، والداتا بي إلها حجم يعني إلها عدد بيانات بغض النظر شو هو، وإلها معدل، هاي البار معناها معدل، هذا الرمز معناته معدل، وإلها معدل خاص فيها ما بغض النظر شو.
يعني ما بيهمني لا العدد ولا بيهمني المعدل. المقارنة بين نوعين من البيانات تعتمد على إشي اسمه سيجما. يعني لو بدي أقارن بين شعبتكم بدي أسميها A والشعب اللي قبلكم بدي أسميها B. هلا هم شعبتهم فيها كأنه 35 طالب، شعبتكم فيها 80 طالب، ما له علاقة. طيب أنتوا جبتوا معدلكم بالميد 18 وهم جابوا معدلهم بالميد 20، ما له علاقة. إذا حتى أقارن بين نوعين من البيانات عندنا طريقة اسمها سيجما اللي بنسميها ستاندرد ديفيشن، الانحراف المعياري. بدي أقارن بين أسعار كارفور بدي أسميها A وأسعار السوبر ماركت اللي جنب بيتكم بدي أسميه B. طيب بغض النظر عن الأشياء الموجودة في كارفور وبغض النظر عن معدل الأسعار، بغض النظر عن عدد الأشياء الموجودة في السوبر ماركت اللي جنب بيتكم والمعدل الأسعار اللي عنده، ما له علاقة، اللي بقارن هو سيجما. تمام؟ طيب عندنا شركة زين بدي أسميها A فيها 1000 موظف، معدل رواتبها 700 دينار. شو معنى معدل رواتبها 700؟ يعني الأغلبية حوالين 700. عندنا شركة أمنية بدي أسميها B فيها 600 موظف، معدل رواتبها 800 دينار، ما له علاقة، اللي بقارن هو سيجما. اللي بقول لك مين الشركة اللي رواتبها أفضل هو سيجما. إذن أحد وظائف سيجما هو المقارنة بين نوعين من البيانات، العدد ما له علاقة في المقارنة، المعدل ما له علاقة بالمقارنة، فقط سيجما الانحراف المعياري ستاندرد ديفيشن هو الوحيد اللي له علاقة في المقارنة. المرة الماضية اتفقنا انه كل ما كانت سيجما اقل كل ما كان الانحراف اقل كل ما كانت البيانات افضل، صح؟ ضربنا لكم مثال دكتور. قلنا لك واحد انحراف نظره درجة، واحد انحراف نظره ثلاث درجات، لا ابو الدرجة افضل. كل ما كانت سيجما ذكرك كيف تعمل أقل كل ما كانت الداتا أفضل. تفضل سألني. دكتور يعني دائما بالسيجما الأقل، يعني أشبهها بموضوع النظارات أحسن شيء. بالضبط بالضبط، كل ما كان الانحراف اسمها انحراف، أنه أحسن الانحراف القليل ولا الانحراف الكثير؟ قليل. القليل شو ما يكون الانحراف القليل يكون دائما، يعني على الأقل تقدر تسيطر عليه يكون أفضل دائما. تمام، وبالتالي كل ما كانت سيجما أقل كل ما كان البيانات اللي انت بتشتغل فيها افضل. اوكي، يعني العدد ما له علاقه. تقول لي والله انا مثلا بدي اقارن بين رواتب الضمان الاجتماعي ورواتب مثلا موظفين مستشفى البشير، تيجي تقول لي ما هم مستشفى البشير موظفينه اكثر، بقول لك ما له علاقه. طيب اذا عرفت انه معدل الرواتب في الضمان الاجتماعي 600 دينار، معدل الرواتب في البشير 400 دينار، مش معناها انه 600 افضل ابدا، فقط سيجما هي اللي بتقول لك مين افضل. طيب بدي احسب سيجما. المره الماضيه علمناكم كيف نحسب سيجما، لكن خلينا نذكركم كيف نحسب سيجما. في مشكله بهاي الصفحه دكتور؟ ضحك حكيناها المره الماضيه صح؟ عارف بس يعني سالتني عن هذا مش فاهم كمان. اوكي في مشكله اخواني. طيب حتى نحسب سيجما هي جذر لمقدار اسمه variance. الآن رح نتعلم كيف نحسب مقدار اسمه variance التباين. هذا المقدار بنحسبه بنحطه تحت الجذر بيطلع مع قيمة سيجما. مقدار اسمه variance بنحسبه، النتيجة اللي بتطلع معي بحطها تحت الجذر على الآلة الحاسبة، بتدور على الجذر بتحسب الجذر بيطلع مع قيمة اسمها سيجما. الفاريانس قانونه زي ما أنتم شايفين X اللي هي البيانات اللي أنا بعطيك إياها، X اللي هي البيانات اللي أنا بعطيك إياها. هاي البيانات بتطرح منها X بار المعدل، يعني أنا بمعنى آخر إجباري أحسب الX بار. لما أحسب سيجما إجباري الخطوة الأولى أحسب X بار، واللي أول مرة بحضر واللي ناسي كيف يحسب X بار واللي ما درس، X بار هي مجموع القيم على عددها. X بار هي مجموع القيم على عددها، فأول خطوة دائما في السيجما بحسب X بار مجموع القيم على عددها. الآن باجي على القيم هاي، كل واحدة من القيم بطرح منها المعدل،
بربع النتيجة، بجمعهم كلهم مع بعض، بقسم على عددهم ناقص واحد. الفاريانس أعيده، لازم الخطوة الأولى أحسب X بار. شو يعني X بار؟ يعني المعدل، يعني مجموع القيم على عددها، بصير معي X بار. الآن باجي على البيانات اللي أنا معطيك إياها، الداتا تبعتي، بطرح منها الX بار، بربع كل واحد من القيم اللي أنا بعطيك إياها، بتطرح منها المعدل، بتربع النتيجة، بتجمعهم كلهم مع بعض وبتقسم على عددهم ناقص واحد، بيطلع معك إشي اسمه فاريانس. هذا الفاريانس بتحسب له الجذر، بصير عندي قيمة اسمها سيجما. كل ما كانت سيجما أقل، كل ما كانت البيانات أفضل. لو سيجما تبعتكم طلعت 9 وسيجما للشعب اللي قبلكم طلعت 11، لا معناها إنه أنت أحسن. تمام؟ فلك شو الخطوة؟ سب إكس بار، باجي على القيم اللي أنا بعطيك إياها، كل واحدة فيهم بطرح منها المعدل، بربع النتيجة، بربع يعني بضرب النتيجة في نفسها. طبعا إذا طلعت معك النتيجة سالبة انساها، لأنه في التربيع السالب بروح، في التربيع السالب بروح، فعشان هيك إذا طلعت سالب ولا زي كأنه السالب موجود. تمام؟ السالب يعني إذا طرحت مثلا طرحت 5 ناقص 8 بيطلع جواب سالب 3، انسى السالب هاي، خذ الثلاث ربعها يعني اضربها في نفسها. اوكي، تيجي على اخر عمود هذا بتولد عندك إشي اسمه الفاريانس، بحطه تحت الجذر بصير عندي سيجما. تمام، بصير عندي سيجما. تفضل حبيبي. بدي اسال لك دكتور، هسه يعني مستحيل يكون في سالب ولا ممكن في بعض الحالات تطلع معي سالب؟ لا هلا اذا طلع معك سالب، ما انت لما تربعه شو بصير في السالب؟ انا قصدي بعد التربيع انه نادر جدا يكون معك سالب. لا لا ما في سالب، التربيع سالب. شان السالب شو معنى تربيع؟ يعني تضرب المقدار في نفسه. طب لما تضرب السالب بالسالب شو بصير دائما؟ موجب، فمستحيل يكون معك سالب هون في الخانه الاخيره. بوزيتيف. تمام، ممتاز. تمام دكتور، يلا ناخذ المثال. حلينا هذا المثال المره الماضيه، مش غلط انه نعيده بشكل سريع. هاي عندي بيانات والمطلوب أحسب سيجما، المطلوب أحسب سيجما. أول خطوة دائما وأبدا في حساب سيجما هي أنك تحسب الإكس بار. دائما الخطوة الأولى تحسب الإكس بار، للي بيحضر أول مرة الإكس بار هي مجموع القيم على عددها، فجمعتهم وقسمت على عددهم طلع معي المعدل 38. حكينا شو يعني معدل وحكينا شو يعني إكس بار، كل التفاصيل حكينا عنها. الآن باجي على البيانات اللي أنا معطيك إياهم، هيهم هاي البيانات اللي أنا بكون معطيك إياهم. بغض النظر ممكن يكونوا أسعار، ممكن يكونوا أوزان، ممكن يكونوا درجات حرارة، بغض النظر. باجي على الأولى، العنصر الأول هيهم 29، طرحت منه المعدل اللي طلع معي بالخطوة الأولى 38، طلع معي الجواب سالب 9، انسى السالب. الآن هاي الجواب اللي طلع معي بدي أربعه، شو يعني بدي أربعه؟ يعني بدي أضربه في نفسه، فبحكي 9 ب 9 بعطيني 81. القيمة الثانية 31، بدي أطرح منها نفس الإشي اللي هو اللي حسبته بالخطوة الأولى، 31 ناقص 38 7، ربع السبعة، أضرب 7 ب 7 بتعطيك 49. الثالثة 32، اطرح منها المعدل، 32 ناقص 38 بتعطيني 6، ربع 6 ب 6 بتعطيك 36. اللي بعدها 34، اطرح منها المعدل بتعطيني 4، ربع ال 4، 4 ب 4 16. ماشيين معي ولا سرحته؟ معك تمام. يلا بعدها 37 ناقص 38 تعطيني سالب 1، انسى السالب. 1 تربيع يعني 1 في 1 بتضلها 1. اللي بعدها 38 بطرح منها المعدل بده تصير 0، ربعه بضله 0. اللي بعدها 39 ناقص 38 تعطيني 1، ربعه بضله 1. 40 ناقص 38 تعطيني 2، ربعها يعني 2 ب 2 بتعطيني 4. اخر واحدة، لا مش اخر واحدة، 40 ناقص 38 2 ربعها بضلها 4. اخر واحدة 60 ناقص 38 22، على الآلة حاسبة اضرب 22 في 22 تعطيك 484. اذا كل قيمة وكلهم هدول اللي اعطيتك اياهم طرحنا منهم المعدل اللي انا حسبته بالخطوه الاولى. النتائج اللي طلعت معي ربعتها، ربعتها يعني ضربتها في نفسها. الخانه الاخيره هاي
بجمعهم كلهم مع بعضهم، كلهم بجمعهم مع بعضهم، بطلع الصم تبعهم المجموع. إذا لاحظين نرجع القانون القيم، أنا ما بهمني القانون، بهمني كيف تطبق القيم. طرحنا منها المعدل، ربعناهم، الآن بدي أجمعهم مع بعض، جمعتهم طلع مجموعهم 676. الآن بقول لك القانون إنه المجموع اللي طلع معك بتقسمه على عددهم ناقص واحد، هيك القانون، عددهم ناقص واحد. طبعا ليش ناقص واحد؟ لأنه في رياضيات إشي اسمه biased and unbiased، هاي مش شغلنا يعني. الآن بقسم على عددهم ناقص واحد، يعني على الآلة الحاسبة اقسم 676 تقسيم 9، 10 ناقص 1 9، 676 تقسيم 9 بيطلع الجواب 75.11. الآن بحكي سيجما تساوي جذر ال 75.11، بيطلع معي الجواب 8.666. هذا الرقم اسمه انحراف معياري. الآن بعد شوي كمان راح أحسب كمان سيجما وأصير أقول لك مين أحسن، هدول ولا اللي بعدهم. اللي بيكون سيجما أقل هي البيانات الأفضل. أي ملاحظة، أي واحد ما فهم أي خطوة من الخطوات يحكي لي عشان أقدر أكمل الأمثلة. طيب المثال اللي بعده، هاي مجموعة بيانات، هدول بدي أسميهم داتا A وهدول بدي أسميهم داتا B. المطلوب نعرف أيهما أفضل، A ولا B. هيك ممكن أسألك في الامتحان، يعني في الامتحان ممكن أطلب منك بس تحسب سيجما، find سيجما أقول لك، أو ممكن أعطيك داتا A وداتا B وأقول لك أيهما أفضل، A ولا B. إذا قلت لك أيهما أفضل، A ولا B، معناته زي كأني بقول لك احسب سيجما هون واحسب سيجما هون، وساعتها شوف مين أحسن، السيجما الأولى ولا السيجما الثانية. يلا هاي البيانات الأولى، دائما الخطوة الأولى لازم أحسب إكس بار. حسبت إكس بار طلعت معي 6. في حدا بيقدر يقول كيف طلعت معي 6؟ دكتور مجموع القيم على عددها. مجموع القيم على عددها. نعم. 30 على 5 6. برافو عليكم، جمعت القيم 5 و5 و6 و6 و8، جمعتهم وقسمت على عددهم طلع معي الإكس بار 6. يلا الخطوة اللي بعدها باجي برتب البيانات، هيهم 5 5 6 6 8 اللي أنا بكون معطيك إياهم أصلا بالسؤال. نيجي على القيم الأولى، بطرح منها المعدل اللي أنا حسبته بالخطوة الأولى، 5 ناقص 6 1، ربع الواحد، 1 في 1 بضلها 1. القيم الثاني 5، اطرح منها المعدل 6 بتكون 1، ربعه بضل 1. اللي بعدها 6 ناقص 6 0، ربعه بضل 0. اللي بعدها 6 ناقص 6 0، ربعه بضل 0. والأخيرة 8 ناقص 6 2، ربع ال 2، يعني احكي 2 ضرب 2 بتعطيني 4. الآن باجي على الخانة الأخيرة، هدول اللي أنا ربعتهم بجمعهم 1 و 1 2 و 4 6، بكون مجموعهم 6. الآن القاعدة بتحكي بقسم ال 6 هاي اللي طلعت معي على عددهم ناقص 1، عدوا لي إياهم عددهم، ما له علاقة الإكس بار اللي طلع معي، عددهم 1 2 3 4 5، فبقسم على عددهم ناقص 1. الآن على الآلة الحاسبة 6 تقسيم 4 بيطلع 1.5. برضو على الآلة الحاسبة، طبعا هذا كل الشباب لازم تطبقه كله، لازم انت تدور على الآلة الحاسبة وين الجذر، وين هاي كل التفاصيل، لأنه التطبيق بيسرع عليك العملية في الامتحان. في الامتحان انتوا شايفين الأمور سهلة، يعني حتى زميلكم اللي حكى ممكن يخبص في الامتحان لأنه فاهم هيك بس ما طبق بإيده، ففي الامتحان بده يصير يدور على الجذر ويصير يدور على القسم ويصير يدور. فإذا أنت مررت إيدك راح تشوف إنه المادة سهلة والتطبيق سهل. الآن باجي بحسب سيجما تساوي جذر الواحد ونص، تنسوش جذر الواحد ونص، يعني في ناس بنسوا يأخذوا الجذر، في ناس بنسوا يأخذوا الجذر. جذر الواحد ونص بيطلع معي 1.2247، تمام؟ هاي بالنسبة هاي مش لازم 4 بدل 6؟ 4 ليش؟ تلاقي قديش مجموعهم؟ 4 ليش؟ 6 مجموعهم بقسم بجمعهم وبقسم على عددهم ناقص 1، يعني 6 على 4 1.5، بحطها تحت الجذر ويطلع 1.2247، تمام؟ يعني سؤال، أنو أحسن هدول؟ وينهم؟ ولا هدول؟ هدول قديش طلع معهم سيجما؟ 8.66.
هذول لا الواحد ونص احسن. لا هذول ال 1.2 كل ما كان اقل كل ما كان احسن. 1.2 واحد يقول لي طب واحد بده يقول لي طب هذول خمس عناصر وهذول 10 عناصر، بقول له ما له دخل، ما له علاقه. من الجواب النهائي نعم بالضبط السيجما اللي بتحكمه، كل ما كانت اقل كل ما كان احسن. تمام يلا شوفوا لي داتا بي. هاي داتا بي اجباري الخطوه الاولى احسب اكس بار، طلعت معي 6، تاكدوا لي بتطلع 6 ولا لا، مجموعهم على عددهم اجباري الخطوه الاولى هاي. تفضل احسبوا لي وطبقوا لي على الداتا بي. هاي انا مطبق بس يعني طلع 6 بيطلع 6 دكتور. نعم. مجموعهم على عددهم. نعطي فرصه للناس لانه في ناس بتعترض انه عمي ما بتعطونا فرصه. دكتور بقدر احكي؟ تفضل. صراحه مش فاهمه ايش عم تحكوا، عن جد بحكي يعني مش فاهمه، هذا إشي جديد غير اللي اخذناه عن قبل، يعني مش فاهمه. طيب انت متى فتي مع المحاضره؟ من اوليتها معكم. من اوليتها كنت معي المره الماضيه كمان؟ كله ما عنديش ولا غياب. طيب شو الاشي مش فاهمه احكي لي بالضبط هلا؟ يعني انا بس بدي تحكي لنا اللي اخذناه، يعني يمكن اخر محاضره اذا ما حد الكل فاهم اخر محاضره، بس بدي اياك تحكي لي المين ايديا انه ايش بالضبط اخذنا. يعني انا صراحه ضعت، يعني اكمل فكره صرنا باخرين، اكمل قانون، اكمل مش عارفه. اخذنا اشي اسمه مين وميديان ومد، هدول فهمتهم. ممتاز. اخذنا اشي اسمه ديستريبيوشن شيب اللي هم الثلاث رسومات اللي حكيناهم المره الماضيه، تذكرهم؟ ما تذكرتهم بس مش فهمتهم. يعني لو رجعت للتسجيل سهلات، حكينا في رسم بتطلع نورمال اسمها، اذا كان الميديان والمد والاكس بار متساويات بيطلع رسم اسمها بالشيبت، رسم زي هاي. طيب وممكن... غير هاي ايش اخذنا؟ اوكي اخذنا بعدين بلشنا بشيء اسمه سيجما اللي هي هاي الحصه صح؟ اللي هاي نحكي فيها. نعم هاي سيجما نقراها سيجما او بنسميها ستاندرد ديفيشن. ستاندرد ديفيشن الانحراف المعياري. لو واحد قال لك شو وظيفتها بتقولي له المقارنة أو المفاضلة بين نوعين من البيانات. لو أنت بدك تقارني أجاكي أنت عندك شركة أو عندك محل وأجاكي أسعار من شركة عيسى مراد وأسعار من شركة دادا جروب مثلا، كيف بدك تعرفي أنه الأسعار الأحسن؟ أوكي؟ عندك بدك تقارني بين رواتب الموظفين في الضمان الاجتماعي ورواتب الموظفين في وزارة التربية، كيف بدك تعرفي مين أحسن؟ مين اللي بفاضل؟ إشي اسمه شو؟ سيجما. سيجما، أوكي. إذا وظيفته المقارنة بين نوعين من البيانات. طب كيف بحسبه؟ الآن إحنا عملنا قاعدين بنحسب فيه. نحسبه عن طريق جذر لإشي اسمه فاريانس. جذر لمقدار شو اسمه؟ فاريانس. طب كيف بحسب هذا الفاريانس؟ أول خطوة عشان نحسب الفاريانس لازم نحسب إكس بار. تعرف الإكس بار؟ نسياها ولا متذكرها؟ لا صراحة نسيتها. اللي سميناها المين. المين نعم، اللي هي مجموع القيم على عددها. أوكي تمام؟ فأول خطوة بحسب الإكس بار المين. الآن باجي على القيم اللي أنا بكون معطيك إياهم بالسؤال، الداتا تبعتك كل هاي الداتا اللي أنا بكون معطيك إياها شو بتطرحي منها المين؟ المعدل أو المتوسط الحسابي اللي أنت بتكون حسبه. تمام. القيم اللي بتطلع معك كل واحد من الداتا اللي أنا بكون معطيك إياها بتطرحي منها المعدل وبتربعي النتيجة. أوكي إيش اللي تحت؟ بتجمعيهم كلهم مع بعض وبتقسم على عددهم ناقص واحد الـ N. اللي متابع معي واللي بدرس أول بأول حكينا الـ N هي عدد العناصر على عددهم ناقص شو؟ لأن واحد. اللي هو مجموع مجموع عددهم يعني عدد البيانات عددهم ناقص واحد. هذا المقدار بسموه variance تباين. هذا المقدار الجواب اللي بيطلع معي بحطه تحت الجذر، شو بصير عندي إشي اسمه سيجما. أوكي بعدين ما بشيل الجذر ولا بخليه؟ لا 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 ليش تجيل، ما عادي بتحسب الجذر للجواب اللي طلع معك بيطلع معك جواب، هذا جواب اسمه سيجما. الآن كل ما كانت سيجما أقل كل ما كانت البيانات أحسن وأفضل. يعني الجواب حيطلع الجذر التربيعي للفاريانس. للفاريانس نعم. وبالتالي إحنا مثلا أعطيتك هون داتا A وهون داتا بي، يلا بدنا نعرف مين أحسن هدول ولا اللي هون. طيب بدنا نقارن بينهم. تمام. هلا طلع هون 5 5 6 6 8، هون البيانات اللي هون 3 5 9،
بتحسي يعني متقاربات، في إشي هنا طالع وفي إشي نازل، هناك في إشي طالع وفي إشي نازل، يعني كثير قراب من بعض. طب كيف بتعرف مين أحسن A ولا B؟ اللي بفاضل بينهم هو سيجما. طيب عشان أحسب سيجما الخطوة الأولى لازم نحسب X بار، مش هيك اتفقنا؟ وين اللي سألتني؟ وينك اللي سألتيني؟ تمام. طيب كيف أحسب الإكس بار؟ مجموعهم على عددهم. على عددهم، يلا جمعيهم أقسم على عددهم بيطلع سيجما، إيه بيطلع إكس بار تساوي 6. الآن الخطوة الثانية، باجي على الداتا اللي أنا بكون معطيك إياها، اللي أنا بكون معطيك إياها بالسؤال، كل واحد منهم بطرح الإكس بار اللي أنا حسبته اللي هو طلع معي 6، فباجي على الخمسة هاي بطرح منها 6. النتيجة هاي واحد ربعيها، شو يعني ربعيها؟ يعني اضربيها في نفسها، واحد بواحد بتضلها واحد، انسي السالب، لأن الواحد لما السالب لما تضربيه في نفسه بروح. القيمة الثانية اطرحي منها المعدل بضلها واحد، هذا الجواب الواحد ربعيه بضله واحد. اللي بعدها ستة اطرحي منه المعدل، هي طلع معي 6 بطلع صفر، ربع الصفر بضله صفر. اللي بعدها 6 اطرحي منها المعدل 6 بضل 0. اخر واحدة 8 اطرحي منها المعدل 6 بضل 2. ربع ال 2 يعني اضرب 2 في 2 شو بتعطيني 4. اخر خانة هاي بجمعهم مع بعضهم بطلع المجموع تبعهم بصير 6. بقسم ال 6 حسب القاعدة بتحكي الفاريانس هو المجموع اللي طلع معي على عددهم، عددهم دير بالك تخربطوا، عددهم 1 2 3 4 5 عددهم ناقص واحد، هيك القانون. فستة تقسيم أربعة بيطلع واحد ونص. الآن القيمة اللي طلعت معي هاي بأخذ لها جذر، فبحكي سيجما تساوي جذر التربيعي سكوير روت للواحد ونص بيطلع 1.2247. هاي سيجما للبيانات الأولى. يلا البيانات الثانية، حتى أحسب سيجما تبعتها زي ما اتفقت معكم، الخطوة الأولى إكس بار مجموعهم على عددهم بيطلع معي إكس بار يساوي 6. الآن القيم اللي أنا معطيك إياهم باجي برتبهم، القيمة الأولى 3 و5 و6 و7 و9، هاي 3 و5 و6 و7 و9 كتبت لك إياهم. باجي على القيمة الأولى 3 بطرح منها المعدل اللي حسبناه بالخطوة الأولى، 3 ناقص 6 3، ربع ربع الثلاث، ربع الجواب اللي طلع معك. شو يعني ربعه؟ يعني اضربه في نفسه، 3 ب 3 بتصير 9. تمام. الثاني يلا 5 اطرح منها المعدل اللي حسبناه قبل شوي، 5 ناقص 6 1، ربع الواحد بضل 1. تمام. اللي بعدها 6 اطرح منها المعدل 6 بضل 0، ربعه بضل 0. اللي بعدها 7 ناقص 6 1، ربع الواحد يعني 1 في 1 بضل 1. الأخيرة 8 عفوا 9 ناقص 6 3، ربع الثلاث، 3 ب 3 بتصير 9. تعال على الخانة الأخيرة هدول اجمعهم 9 و 1 10 و 1 11 و 9 20 فبيطلع المجموع 20. فباجي بحكي الفاريانس يساوي المجموع اللي طلع معي على عددهم ناقص 1، تنسوش عددهم ناقص 1، برضو عددهم 5 هدول 2 4 5 على عددهم ناقص 1. يلا على الآلة الحاسبة اقسم 20 تقسيم 4 بيطلع 5. الآن الجذر الخمسة هاي باخد لها جذر، على الآلة الحاسبة بدور على الجذر، جذر الخمسة تطلع معك 2.236. تمام. اطلع على الأولى طلع معك 1.22، هاي الداتا الأولى. الداتا الثانية طلع معك 2.2، لا بحكي انه الداتا افضل من داتا بي. ليش؟ لانه السجمة تبعتها اقل. هي فسرت لك هذا، حكيت لك انه داتا A طلعت معك 1.2، الداتا B طلعت معك 2.2، لا ال 1.2 افضل. عشان كتبت لك انه داتا A افضل من داتا B. ليش؟ لانه السجمة تبعتها less than اقل من السجمة تبعت الداتا B. قبل ما اكمل في اي استفسار احكولي، اللي مش فاهم يسألني بنفس الوقت. اللي مش فاهم يسألني. بس بدي أسألك شغلة، اللي هي الستة طلعناها لما يعني لنفترض إنه في أرقام غيرها، ما إنه هاي اللي نطلعها بالنص؟ هاي لا، مجموعهم على عددهم، هذيك في النص اسمها ميديان، ملاش علاقة. هاي إكس بار. كيف طلعنا هون الإكس بار؟
ما هو هي اللي لازم تحلي على الإكسبار. بس هاي طلعناها قبل ما نحل. طيب ما هو انت عشان تحلي عشان تطلع سيجما الخطوه الاولى شو لازم تطلعي اكس بار. طيب هون لما طلعنا الاكس بار اللي هي غطينا على الاول بالاخير. لا. وهيك مجموعهم على هلا ممكن يطلع على نفس الجو. يعني احنا ما بدنا ميديان بدنا اكس بار. اكس بار كيف بتطلعي؟ كيف طلعنا الستة هون يا مبنيتي؟ ما هو مجموعهم على عددهم. اجمعي يلا اجمعي لي 3 و5 8 و6 14 و7 21 9 30 30 اقسم على عددهم 30 تقسيم 5 شو بيطلع معك الاكس بار؟ اوكي 6 مجموعهم على عددهم. اوكي هذيك اللي انت بتحكي عنها اسمها ميديان اللي بغطي من يسار. هلا احنا ما بدنا ميديان. اوكي ممكن يطلعوا نفس الجواب بس انا ما بدي ميديان. انا بدي هاي عليها شحط اللي هي مجموعهم على عددهم. تمام عرفتي كيف طلعناها؟ تمام تمام. عرفتي كيف اشتغلنا هاي الشغل الخطوات هاي؟ شكرا. إن كل واحد منهم بطرح اللي طلع معي بالخطوة الأولى هون وبربع نتيجته بجمعهم مع بعض بقسم على عددهم ناقص واحد. يعطيك العافية. هلا في سلايد قبل هاي. لا مش هاي. أيوة لقي قبل. أيوة هاي. نعم. اسمع لها. لا مش هاي اللي عليها ونحط 20 ناقص 5 ناقص 1. لا لا كمان. أيوة هاي. نعم. لما تحكي داتا A أفضل من داتا B. نعم طلع هون قديش طلعت السيجما تبعتها 1.22 صح؟ عرفت كيف طلعناها؟ هاي اوكي فاهم. تمام الداتا بي قديش طلع معها السيجما تبعتها؟ 5. لا بدنا ناخذ لها جذر ما تنساش. بدنا نحط لها جذر احنا. تمام. طلع 2.2 صح؟ اوكي مين افضل 2.2 ولا 1.2؟ 2.2. لا كل ما كانت اقل كل ما كانت دائما اقل. اذا كانت اقل دائما افضل. نعم السيجما كل ما كانت سيجما يعني انحراف معياري اسمه انحراف. كل ما كان الانحراف اقل كل ما كان احسن. كل ما كان قليل كل ما كان العدد قليل كل افضل من بالضبط بسيجما بس بسيجما بالضبط. كل ما كانت اقل كل ما كانت احسن وبالتالي الداتا بي احسن من الداتا اي. عفوا الداتا اي احسن من الداتا بي. تمام تمام. هذول شباب سموهم. في كمان سؤال دكتور ممكن هسا ايش هي لايش استعمالاتها؟ يعني هسا مثلا المين والمود والموديل الميديان استعمالاته مثلا افرج الرواتب هاي لايش استعمالاتها؟ انا بحكي لك هاي استعمالاتها للمفاضله بين نوعين من البيانات. الان لو انت بدك تفاضل بين نوعين من البيانات اللي بفاضل لك واللي بحكي لك مين احسن هي سيجما. يعني تعال لو انت بتعرف انه بدك دراسة معينة تشوف أيهم أحسن رواتب الموظفين بشركة زين أو رواتب الموظفين بشركة أمنية مين اللي بتدخل في الموضوع؟ سيجما. تمام؟ لو بدك تشوف مين أحسن أسعار مثلا أسعار الأجهزة الكهربائية في مثلا دادا جروب ولا أسعار الأجهزة الكهربائية في مثلا حيد المراد اللي بتدخل سيجما. لو بدي أشوف مين أحسن أوزان الطلاب في جامعة الزيتونة ولا أوزان الطلاب في جامعة الشرق الأوسط اللي بتدخل سيجما. لو بدي أشوف مين أحسن علامات الطلاب في جامعتنا ولا علامات الطلاب بالجامعة الأردنية اللي بتدخل سيجما. أوكي إذن لو بدك تفاضل بين نوعين من البيانات هو سيجما. طيب لو جيت قلت لك علامات طلابنا 20 علامات طلاب الأردنية 22 مين احسن؟ احنا احسن. ما له علاقه المعدل ما بصير تقول لي مين احسن. اوكي لو جيت قلت لك معدلنا 20 ومعدل الطلاب بالجامعه الاردنيه 22 ما له علاقه المعدل. لو جيت قلت لك والله احنا طلابنا جامعتنا فيها مثلا 4000 طالب الجامعه الاردنيه فيها 45000 طالب ما له علاقه. اذا لا العدد له علاقه ولا المعدل له علاقة. اللي بفاضل لك من هو سيجما. سيجما اللي له علاقة. خلاص تمام ممتاز.
الآن في قبل ما أروح على هاي الأشياء هاي مثال إذا تكرمته احسبوا لي سيجما. هاي أنا مطلع لكم الإكسبار مجهز لكم إياه، وعلى فكرة حاسب أنا سيجما، بس أنا بدي أنت تحل بإيدك عشان إذا في مشكلة معينة يعني نطلع منها. هاي عندي بيانات المطلوب مني أحسب سيجما. طلع لك المين، طلع لك إياه 134. اللي مش فاهم، اللي عنده أي استفسار يسألني الآن قبل ما نروح على إشي جديد. دكتور الميديان 133 plus 134 divided by 2. أنا ما بدي ميديان، أوكي أنا طالب منك هون مين وميديان ومود، بس أنا بقول لك بدي سيجما، السيجما على مين بتعتمد فقط؟ المين. المين، قديش أنا حسب لك إياه؟ 134. نعم. هاي أنا حللكم إياه، باجي على القيم، كل القيم اللي أنا معطيك إياهم، طرحت منهم المعدل، كلهم طرحت منهم المعدل. الأجوبة اللي طلعت معي ربعتها يعني ضربتها بنفسها 2 ب2 4 2 ب2 4 2 ب2 4 1 ب1 1 ضربت العدد في نفسه تمام. جيت على آخر خانة جمعتهم قسمت على عددهم ناقص 1 زي ما انتم شايفين، والنتيجة اللي طلعت معي أخذت لها الجذر، طلع معي جواب 2.21. طلع هاي 2.21 والداتا بي مثلا هون الاكس بار تبعتها عفوا السيجما تبعتها 2.23، هذيك 2.21 لا 2.21 احسن من 2.23. كل مكان اصغر كل مكان افضل، كل مكان اصغر كل مكان افضل. هذول شباب بنسميهم dispersion measures، مقاييس التشتت، مقاييس التشتت. حكينا عن الستاندرد ديفيشن، الآن بدنا نحكي عن إشي اسمه coefficient of variation، معامل الارتباط. coefficient of variation، قبل ما أروح عليه أي استفسار عن سيجما، سيجما من الأشياء اللي بجيبها بالميد، من الأشياء اللي بجيبها بالهوموركات، من الأشياء اللي بجيبها بالفاينل. سيجما اي استفسار، اللي مش فاهم يحكي لي الان مش فاهم. دكتور نعم، بس اخر مسألة ترجع عليها بعد اذنك. حاضر. اخر واحدة حلنا ايوه هون اللي هو بعد الجدول. هاي بعد الجدول اطلع هاي الجدول خلاص تمام. اوكي. 44 على 9 بيطلع معك 4.8. نعم، شو بدك تاخذ لها هاي جذر؟ تنسى. اوكي، انا اللي حاسب طلع لي 4. عادي لو حطيت مثلا. هاي مشكلة الآلة الحاسبة انه احيانا شوف الآلات الحاسبة ليش بنحبش نشتغل فيها؟ لانه حسب برمجتها في شيء مبرمج انه يتعامل مع اعداد صحيحة. في شيء مبرمج انه يقرب للأكبر. في شيء مبرمج انه يقرب للاصغر، كل واحد إلها برمجتها. في شيء مبرمج انه ياخذ خانه واحده، في شيء مبرمج انه ياخذ ثلاث خانات. فمشكله البرمجه في الالات الحاسبه هي احيانا اللي بتوقعنا في المشاكل، عشان هيك انا بحب استخدم الاله الحاسبه. تفضل. بدي اسالك، الاله الحاسبه مسموحه في الامتحان؟ ضروريه في الامتحان، ما بزبطش نحل بدون اله الحاسبه. خلاص ممتاز. والله أنا دكتور أخوي مهندس بس في جامعة تانية بيحكي لي الآلة الحاسبة ممنوعة تدخل الجامعة. الآلة الحاسبة ممنوعة بالكالكولاس بس مش ممنوعة بالإحصاء، لأنه ما بتقدرش نقسم ونحسب جذر إلا بآلة الحاسبة، بس بالكالكولاس ممنوعة طبعا. اللي هي الاحتمالات هاي؟ الكالكولاس هاي مادة ثانية هو بيعرفها. أوكي. تفضل. الجدول.
الأخير أو الأرقام. أيون هي طبعا أنا شباب في الامتحانات بكون معطيك أرقام، يعني بكون معطيك أرقام وجدول خفيف يعني إنك تقدر تحل، ما بكون جيب لك يعني أرقام كثيرة وصعبة وكذا، بكون جيب لك إشي تقدر تحله. إيش المشكلة؟ احكي لي في مشكلة ولا بس بدك تتأكد؟ جيب لنا الصعب بس بدي أخذ الأرقام ده. تمام ناكس أنا حليتهم يعني سهل ما في شيء صعب. شباب أي حدا عنده مشكلة، أنا يعني اللي بيشاركوا مجموعة معينة، اللي ما بيشارك إذا في مشكلة اسألني، يعني حتى لو حاسس إنه الكل فاهم وأنت مش فاهم عادي حقك إنك تسأل مرة ومرتين وعشرة. والله دكتور الله يسلمك في الامتحان أرقام ما تكون كبيرة زي هاي. لا لا يعني هاي مش كبيرة، هاي يعني أنت 132 ناقص 134 بدأ لي حاسبة هاي. تمام مش كبيرة بس هيك ممل. أنا قصدي مش كبيرة يعني ممكن مثلا ما أجيب الكاش 10 عناصر، ممكن أجيب لك 5 4 6 بالكثير علشان إنك تقدر أنت، بس ما هو اللي بيقدر يطبق على 4 عناصر بيقدر يطبق على 10. خلص دل ماشي دكتور. تمام ماشي الحال. أوكي في مشكلة ثانية دكتور؟ بدي أسألك سؤال. تفضلي. اليوم بتكون بالجامعة؟ اليوم كنت بالجامعة، امبارح كنت بالجامعة. خلينا next week مشان نشوف يعني. الأسبوع الماضي ما هو كل أسبوع لأنه في جدول عشان يعني تجمعات، ففي الأسبوع الجاي سبت وثلاثة، السبت عطلة فالثلاثة. اثنين ما رح تكون؟ الاثنين لا، أتوقع أنه جدولي سبت وثلاثة الأسبوع الجاي. فسبت في مجال السلف دكتور لأي ساعة؟ ثلاثة إن شاء الله موجود. من أي ساعة لأي ساعة؟ دكتور في مجال بسألك المادة؟ يلا هسه بجاوبك على السؤال، بس أنا بالعادة بكون يعني بدك تحكي من التسعة ونص عشرة للواحد واحد ونص. تمام؟ تفضل اسأل. دكتور أسألك؟ تفضل طبعا. بس سؤالي عندك خلفية عن امتحان المستوى؟ امتحان المستوى؟ الكفاءة؟ امتى آخر؟ ايش هو؟ لا المستوى اللي هم الانجليزي وعربي. لا لا ما بعرف. دكتور طيب متى امتحان؟ شهر 12 المد. خلينا اخواني في مادتنا يلا. يلا بدنا ندرس ايش اسمه سي في. سي في هو كوفيشنت اوف فاريشن، معامل التشتت او معامل الاختلاف. كوفيشنت اوف فاريشن، معامل الاختلاف. شو وظيفته؟ أيضا وظيفته بتشبه الوظيفة الأولى. الوظيفة الأولى هي المقارنة بين نوعين من البيانات. زميلكم قبل شوي زميلكم حكى نقطة مهمة، يقول لي إحنا المين والميدان والمد عرفنا أنهم بحسبوا لنا المعدل وعرفنا أنه طرق حساب المعدل، طب شو فائدة سيجما؟ قلنا له سيجما المفاضلة بين نوعين من البيانات. الآن كل مقياس بتتعلمه اعرف شو هو عن شو بيحكي عشان تقدر تهضمه وتقدر تتعامل معه. سيجما بفاضل لك بين نوعين من البيانات، اللي بأكد على نتيجته، اللي بأكد على نتيجته، أو في عندي طريقة ثانية للمفاضلة بنسميها سي في أو الكوفيشنت أوف فاريشن. أنا ما بدي أركن على الطريقة الأولى، أو الطريقة الأولى اعتمدت عليها بس بدي أكد على نتيجتي مثلا، أو مثلا سيجما طلعت في الأولى 2.2 وفي الداتا الثانية طلعت برضو 2.2، طيب كيف بدي أعرف؟ كيف بدي أفاضل بينهم؟ ففي عندي طريقة تانية للمفاضلة بنسميها سي في. وفي طرق، في طرق غيرها مع فكرة، في طريقة اسمها تي تيست، وفي طريقة اسمها الأنوفا، كثير في طرق بتفاضل بين البيانات. أوكي وفي تي تيست حكيتها. أوكي كثير طرق بتفاضل بين البيانات. إذا إحنا اشتغلنا على الطريقة الأولى اسمها سيجما، طيب افرض إنه سيجما أعطتك جواب بدك تتأكد منه مثلا، أو جيت على الداتا الأولى طلعت سيجما نفس سيجما تبعت الداتا الثانية مثلا، ففي عندي طريقة أخرى للمفاضلة بنسميها coefficient of variation اللي هي معامل الاختلاف. وبنفس الآلية كل ما كانت السي في أقل كل ما كان أفضل، اسمها معامل الاختلاف. أنه أحسن يكون الاختلاف قليل ولا الاختلاف كبير؟ قليل. انت بينك وبين اهلك وبينك وبين اصحابك، انه احسن يكون اختلافك اختلاف بوجهات النظر قليل ولا اختلاف كبير وكل واحد بوادي؟ لا الاختلاف القليل. من اسمها يعني هيك اسمها انحراف، انحراف لا يكون الانحراف قليل. هون اسمها معامل الاختلاف، كل ما كان الاختلاف قليل كل ما كان احسن.
اذا هاي طريقه اخرى للمفاضله بنسميها سي في. يعني نفس فكره الطريقه الاولى اللي هي بتفاضل بين النوعين من البيانات، بس هذيك لها طريقه حل وهي لها قانون مختلف. شو قانونها؟ هاي قانونها سيجما اللي تعلمناها قبل شوي، سيجما تقسيم اكس بار اللي هو المعدل ضرب 100%. بنضرب بالمية وبنحط إشارة بالمية، يعني على أساس إنها نسبة مئوية، على أساس إنها نسبة مئوية. شكلها أصعب. شكلها أصعب. لا مش أصعب، بس بدها خطوات أكثر. يعني أنت السيجما، السيجما حسبته تعلمته. الإكس بار تعلمته. تمام. تمام، هاي بتعتمد على السيجما وعلى الإكس بار. زيادة بس. بس خطوات زيادة. انت السيجما تعلمنا قبل شوي، تعلمنا كيف نحسبه، والاكس بار بعرف كيف احسبه، باجي بقسم سيجما اللي انا حسبتها على الاكس بار وبضرب 100 وبضرب ب100 سيجما على اكس بار وبضرب ب100. طبعا بحط اشارة بالمية هاي على اساس انها تكون اشارة او نسبة مئوية. يعني دكتور بطلع السيجما وبطلع الاكس بار وبضربهم ب100 عمية 100، بس بتضرب ب100 وبتحط اشارة بالمية هاي. بس بكمل الحل، بس بتضرب بالمية، يعني بس بتضرب بمية وبتحط إشارة بالمية. والحل هو سيجما وإكس بار بس. بالضبط. هلا ممكن زي هيك أجيب لك في الامتحان، ممكن أعطيك إكس بار وأعطيك سيجما وأطلب منك بس تطبق سي في، وهي من الأشياء اللي كثير بسألها. يعني طبق بس قانون، طبق وهي قانون قدامك وبس احسب على الحاسبة وبجيب زي هيك. يلا هاي أنا معطيك بيانات، المعدل تبعها الإكس بار 38، السيجما تبعتها 8.666، المطلوب السي في حسب القانون السي في يساوي 8.666 سيجما تقسيم الاكس بار وبضرب بالمية، بضرب بمية. تأكدوا لي بالله، احسبوا لي على الآلة الحاسبة 8.666، هاي أنا قدامكم بدي أحسب كمان، تأكد من نتيجتي 8.666 تقسيم 38 صح ضرب مباشرة ضرب 100، بيطلع الجواب 22.8 بالمية، 22.806 بالمية. هاي الكوفيشنت أو معامل الاختلاف، عندها اختلاف بنسبة 22%. هاي البيانات فيها اختلاف بنسبة 22%. تمام؟ هلا واحد بقول لك شو يعني؟ بقول له والله يعني إحنا في عندنا شركة زين فيها اختلاف بالرواتب بنسبة 22%. بنسبة 22% مختلفين عن بعضهم الرواتب، وشركة أمنية فيها اختلاف في الرواتب بنسبة 40%. لا، 22% أفضل، لأنه عارف شو يعني مختلفين 40%، يعني نسبة كبيرة ال 40%، يعني كل الرواتب كل واحد بجهة، كل واحد بجهة مختلفين كثير عن بعض، وبالتالي كل ما كان الاختلاف أقل كل ما كانت البيانات متقاربة قريبة من بعضها البعض. لو أجي أقول لك والله الشركة الأولى رواتبها نسبة الاختلاف 20% والثانية نسبة الاختلاف 60%، لا، العشرين بالمية أفضل، العشرين بالمية يعني فيها اختلاف بس مش هالاختلاف الكبير، يعني كل واحد بأخذ راتب مختلف عن الثاني بس مش هالاختلاف الكبير. الستين بالمية معناته كل واحد بأخذ راتب بس كل واحد بجهة عن الثاني، ما لهمش علاقة رواتبهم بعض، بتبقى بعيدين عن بعض، وبالتالي معامل الاختلاف بحسب لك نسبة اختلاف البيانات، نسبة اختلاف البيانات. القانون بيعتمد على سيجما وبيعتمد على إكس بار، فإذا أنا معطيك إياهم جاهزات في الامتحان بس بطبق، أو بالسؤال بس بطبق سيجما تقسيم إكس بار وبضرب بمية، بيطلع معي 22.805 بالمية. تفضل. هلا لما أنا قسمتهم وضربتهم بمية بس طلع معي 0.22805. لا، اتأكد 8.666. تأكد. طب هاي أنا وياك نتأكد. ها، امسك الآلة حاسبة. 8.666 صح؟ تقسيم 8.6 ضرب 100%. ضرب 100 بس، ضرب 100، ضرب 100، ضرب 100 بدون ما نحط إشارة على علامة. لا لا، هاي الإشارة، هاي الإشارة بالمية انساها، هاي هاي عشان تطلع معك نسبة مئوية بس. بضرب اضرب 100 شو بيطلع معك؟ ضرب 100 اوكي 22.05% اذا أيوة. نسبة اختلاف انت معي مظبوط، انا
كمان الشرط ال 100% هاي. اه تطلع 0.22 نعم. صفر. اه ايوه ايوه بالضبط. اه دكتور ما هي نفس هاي نفس هاي بس هاي شغلات رياضيات بحته بدناش نغوط فيها يعني كثير. خلص بس بحط 100% اخر شيء. اه طلع على هذا السؤال مثلا. اذا المطلوب من السي في دائما خطوات الحل لازم يكون عندي سيجما ولازم يكون عندي اكس بار واضرب ب 100. بس انت لو بدك تحسب سيجما وتحسب اكس بار اصلا سيجما على مين معتمده؟ الاكس بار. الاكس بار. فاذا انا معطيك بيانات زي اللي قدامنا نعم اذا انا معطيك بيانات زي اللي قدامنا اللي شايفينهم اول خطوه بطلع اكس بار. شو يعني اكس بار؟ يعني مجموع القيم على عددهم. مجموع القيم على عددهم جمعتهم وقسمتهم عددهم طلع 63. في مشكله بالخطوه الاولى؟ طيب نيجي على الثانيه. يلا بدي اطلع السيجما. كيف بطلع السيجما؟ حتى اطلع السيجما باجي بكتب البيانات اللي انا معطيك فاريشن. نعم ستاندرد فاريشن. نعم باجي بكتب البيانات اللي انا معطيك اياهم بالسؤال. باجي على القيمه الاولى بطرح منها المعدل اللي حسبته اللي هو 63. فبحكي 59 ناقص 63 4. ربع الاربعه اضربها بنفسها بتصير 16. القيمه الثانيه 60 اطرح منها المعدل بصير الجواب 3. ربعها بتصير 9. اللي بعدها 62 ناقص 63 1 ربعها بضلها 1. اللي بعدها 63 ناقص 63 0 ربعها بضلها 0. اللي بعدها 65 ناقص 66 عفوا 65 ناقص 63 2 ربعها بتصير 4. اخر واحده اللي هي 69 ناقص 63 6 ربعها بتصير 36. تعال على اخر خانه جمعهم مع بعضهم بصير مجموعهم 66 بقسم على عددهم ناقص 1 بيطلع 13.2. الآن هاي الجواب اللي طلع معي بحطه تحت الجذر بيطلع معي سيجما 3.63. هاي سيجما. إذا صار موجود معي سيجما وصار موجود معي إكس بار. الآن حسب القانون السي في يساوي سيجما على إكس بار ضرب 100 اللي هي 13 اللي هي 3.63 تقسيم 63 وبضرب ب 100 بيطلع معي الجواب 5.76. طلعوا هاي البيانات اللي انا اعطيتك اياهم بالسؤال هون فيها نسبه اختلاف 5.7%. هون البيانات اللي انا حليتها بالفرق بالمثال اللي هون فيها نسبه اختلاف 22%. مين احسن يكون في البيانات اللي انت بتشتغل فيها؟ بيانات 22% اختلاف ولا 5% اختلاف؟ 5%. لا 5%. 5% يعني كثير متقاربات. انا لو عندي شعبه احصاء شعبتكم والشعب اللي قبلكم، الشعب اللي قبلكم لما احكي فيها اختلاف 22% معناته في العلامات مختلفه عن بعض نسبه 22% يعني كثير متباعدات. بينما احكي لكم نسبه اختلافكم 5% لا انتم احسن في اختلاف وهدولاك فيهم اختلاف بس انتم اختلاف قليل يعني اغلبكم قراب من بعض، اغلب العلامات قريبه كثير من بعضها. تمام. وبالتالي بهاي الطريقه بحسب السي في. السي في لها قانون، يا بعطيك القانون بعطيك المعطيات جاهزة وطبق. مرة شو عطيتهم؟ مرة عطيتهم السيجما والإكس بار وطلبت منهم السي في، طبقوا القانون مباشرة. مرة أعطيتهم السي في قيمتها وأعطيتهم سيجما وكان مجهول الإكس بار. عادي بحط السيجما قيمتها وبحط السي في قيمتها وبصير عندي إكس بار مجهول بضرب ضرب تبادلي. كيف بالله دكتور؟ دكتور شو ضرب التبادل؟ آه ضرب التبادل هاي هاي قصة تانية. إذا شو ضرب التبادل؟ طيب إذا مش عارفين شو ضرب التبادل بحل لكم مثال لحالة يعني المرة الجاية بحل لكم مثال. بس المهم إنه السي في لها قانون بنطبق عليه. يا بعطيك القانون جاهز وبنطبق يا أنت بدك تتغلب وتطلع السيجما وتطلع الإكس بار وبعدين تطبق على القانون اللي تعلمنا. هاي مثال هون في عندي داتا A اللي حكينا عنها قبل شوي والداتا B اللي حكينا عنهم قبل شوي وكان الإكس بار حسبينه والسيجما حسبناها قبل شوي. طلع السيجما طلعت معي 1.22 في الأولى وطلعت معي 2.23 في الثانية.
يعني معنى الكلام انه معنى الكلام انه مين احسن طلعت معنا داتا اي صح داتا اي. طب خلينا نشوف السي في بياكد على الحكي ولا لا. يلا السي في هو سيجما على اكس بار ضرب 100%. سيجما هي 1.22 ضرب تقسيم اكس بار اللي هي 6 ضرب 100% بيطلع معي الجواب 20.4%. السيجما الثانيه الداتا الثانيه عفوا السي في تبعتها سيجما هي موجوده حسبناها قبل شوي 2.236 تقسيم اكس بار ضرب 100% طلعت 37 بوينت افراطه. انه احسن الداتا هي لانه هاي اختلافها 20% بينما هاي اختلافها 37%. لا الاختلاف 20% اهون من ال 37% معناته هاي احسن. اذا المقياس الاول قال لك انه A افضل والمقياس الثاني اكد انه الA افضل من البي. في مشكله بهاي التفاصيل نعم بدي اسالك كم هما خان بناخذ بعد الفاصله؟ خذ ثلاثة بالعادة خذ ثلاثة ثلاثة بكفي خذ ثلاثة بكفي تمام. طيب عندي نعم تفضل. بس لا على موضوع تكون معطينا مثلا السيجما والسي في انت بدك المحاضرة الجاي دكتور اعطينا عليها مثال بدي اعطي عليها مثال المرة الجاية اكيد اعطي عليها مثال. بس في ضايل شغلة اخيرة اسمها الرينج. الرينج المدى اللي هي الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. Largest value ناقص smallest value. نعم. أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة بنسميها range. الفرق بين أعلى راتب بالشركة وأقل راتب بنطلق عليه اسم range. الفرق بين أكبر علامة أو أعلى علامة وأقل علامة بنطلق عليه اسم range. الفرق بين أعلى وزن وأقل وزن بنسميها range. أوكي. بالتالي كلمة range محجوزة لشو؟ لا الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة يطلق عليها اسم رينج. أوكي بالتالي لو هاي دكتور هاي تماما. إذا بدك تعرف يعني لو أحكي لك مثلا أعطيك بيانات وأقول لك والله عندي أقل راتب 200 وأعلى راتب 900 أكم الرينج بده يكون؟ 700. فأنت بتكون عارف إنه في الفرقية بين أعلى واحد عندك وأقل واحد أكم دينار؟ 700 دينار. هي بس يعني فكرتها بسيطة. هي يعني الفرقية بين أعلى واحد وأقل واحد. أنا بامتحان المد كانت أعلى علامة عندي 3 وأعلى طالب جاب 24 بعرف تلقائيا 24 ناقص 3 24 ناقص 3 اللي هي 21. فبعرف إنه الفرقية بين أعلى علامة وأقل علامة شو بتكون دائما 21. أوكي بالتالي هي بس فرق بالداتا تبعتك اللي انت بتدرسها الفرق بين اعلى اشي واقل اشي نطلق عليها اسم رينج. نطلق عليها اسم شو؟ رينج. نعم. اي استفسار اخوان؟ هذا السؤال حلوه ضروري تحلوه لانه في كل المواضيع اللي تحدثناها طالب منك المين والميدان والمد وطالب منك الديستريبيوشن شيب اللي هو شكل الرسمه هل هي سكيو ليفت هل هي سكيو رايت هل هي نورمال وطالب منك سيجما وطالب منك السي في وطالب منك الرينج. هيك بسألك بالامتحان بعطيك بيانات بطلب منك سي في بطلب منك سيجما بطلب منك مود بطلب منك ميديان بطلب منك إلى آخره. وبالتالي هذا التمرين على كل التفاصيل اللي تحدثنا فيها إلى الآن. عفوا طب دكتور أنا كنت أحب المسألة والله بس لأنه ما تبعت معك ما سمعتك إيش. الرينج هو الفرق هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة يطلق عليها اسم رينج. المدى الفرق طيب. بين أصغر قيمة وأقل قيمة هاي بيانات تمام. لو طلبت منك طبعا هاي البيانات شباب انا كشخص درست وإلي فتره مع الدكتور بعرف انه اول خطوه لازم ارتبها ترتيب تصاعدي لانها مش مرتبه. واضح انها مش مرتبه. اوكي واضح انها مش مرتبه. الآن هيني رتبت لكم إياها. فلما أحكي لك الرينج هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة أكم أكبر قيمة؟ 139 وأكم أصغر قيمة؟ 132. فباجي بحكي الرينج هيني أنا حسب لكم إياها هون. فبحكي الرينج هو أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة 7. يعني سبع خطوات بين أعلى واحد وأقل واحد. أوكي تمام. 7 هي إذن هي الفرقية بين أعلى واحد وأقل واحد. أعلى راتب وأقل راتب. أعلى وزن وأقل وزن. أعلى علامة وأقل علامة.
الفرق بينهم يطلق عليها اسم رينج بسيطة دكتور. جدا أقل أعلى أقل شيء دكتور نعم. بعد إذنك دكتور لو هذا السؤال تخليه إنه مثلا إحنا نحله تمام يعني زي ما هو بنحله والواحد براجع والمحاضرة جاب تشرح لنا إياه أنا ما أنا المرة هذا راح أتركه لكم المرة الجاية بنحل إشي إشي تاني المرة الجاية بنحل إشي تاني دكتور المرة الجاية مثلا بنحله لحتى اللي عنده إشي اختلاف يعرف وين الغلط تبعه هلا هذا لأنه محلول هذا لأنه محلول يعني أنت بتقدر مثلا تفوت تشوف إذا في مشكلة فيه تقولي لي دكتور أنا حليت بطلعش مع الرقم الفلاني بنقدر نرجع له بس هذا محلول المرة الجاية بتنزل سلايدات فيها سؤال أو سؤالين جداد وتحلوا معي ونتأكد كلنا مع بعضنا من النتائج اللي بتطلع معي إن شاء الله محاضرة اليوم تعلمنا السيجما وتعلمنا السي في وتعلمنا اللي هو الرينج الآن أنا أي نقطة دكتور بس لو سمحت سؤال اسأله السي في دكتور حسب بحسب السيجما على الاكس تقسيم الاكس بار اضرب ب 100 ضرب 100 احط على الكالكوليتر ضرب 100% احط اشاره لا لا لا. بالمية ولا بدون بس بدون اشاره بالمية انا بديها كنسبة مئوية بس بتضرب ب 100 ماشي بضرب بضرب ب 100 الناتج بحط بعد كمان بعدين بتحط له اشاره بالمية نسبة مئوية نعم بتحطه على اساس شكرا في أي استفسار تاني؟ يعطيك ألف عافية. يعني خلصت المحاضرة؟ أنا دكتور. دكتور بصير جاوبني سؤال لو سمحت. هلا بجاوبك. دكتور